بالمرتبة العاشرة مسلسل رجال العز تأليف طلال مارديني ومن إخراج علاء الدين كوكاش وإنتاج شركة غزال للإنتاج الفني. بيحكي العمل عن الشاب عبود الشامي اللي بيتهم بقتل زعيم حي اللوز وبينحكم إعدام ظلم. بيقدر عبود الشامي إنه يهرب من الإعدام ويسكن بالجبال ويناضل ضد الاحتلال الفرنسي ليكتشفوا أهل حارته بما بعد إنه هو بريء من قتل الزعيم وهو يلي عم يقتل الفرنسيين وعم يوصل السلاح لنوري زعيم الحارة. ليقرروا إنه يحطوا عبود زعيم الحارة ليردوا له اعتباره. بيرفض عبود الزعامة وبيتركها بإيد نوري. هالعمل هاد كان من بطولة رشيد عساف، قصي خولي، نادين خوري، ميلاد يوسف وغيرهم من الممثلين السوريين. بالمرتبة الثامنة مسلسل سوق الورد تأليف لارا جرماني، إخراج أحمد إبراهيم الأحمد وإنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني. العمل بيتناول قصص الفساد بالجامعات وبيتطرق لمعاناة بعض الطلاب مع أساتذة الجامعة وبيدخل بتفاصيل حياة بعضهم وعلاقاتهم الخاصة بأسرهم والآخرين، وبيسلط الضوء على الخيانات الزوجية ومشكلات الشباب. هالعمل هاد كان من بطولة سلوم حداد، مرح جبر، باسل خياط، نضال نجم وغيرهم من الممثلين السوريين. لا تلوم حالك، انت مثل اي اب بدك تفرح بابنك، بدك اياه يكون سعيد ومبسوط. بالمرتبة السابعة مسلسل العشق الحرام تأليف بشار بطرس وتامر اسحاق ومن اخراج تامر اسحاق، انتاج جولدن لاين للانتاج الفني. بيحكي العمل بشكل اساسي عن فكرة التبني وبيطرح قضية اجتماعية حساسة وبيسلط الضوء على علاقات حب محرمة دينيا واجتماعيا، بتوصل لحد علاقة حب بين مربي الفتاة اللقيطة والفتاة نفسها. هالعمل هاد كان من بطولة عباس النوري، خالد تاج، سلمى المصري، باسم ياخور، قصي خولي وغيره من الممثلين السوريين. صارت منيحة. منيحة؟ بعد كل شيء عملته تقول عنا منيحة؟ بيحتل المرتبة السادسة مسلسل طالع الفضة تأليف العنود خالد وعباس النوري ومن إخراج سيف الدين سبيعي، إنتاج سوريا الدولية للإنتاج الفني. العمل بيحكي عن الحي الدمشقي طالع الفضة والنسيج الفريد لمدينة دمشق، حيث يسكن بهذا الحي المسلم إلى جانب المسيحي إلى جانب اليهودي بفترة الاحتلال العثماني. هالعمل هاد كان من بطولة عباس النوري، نادين خوري، رفيق سبيعي، سلوم حداد وغيره من الممثلين السوريين. بالمرتبة الخامسة مسلسل جلسات نسائية تأليف أمل حنا ومن إخراج المثنى صبح وإنتاج شركة سوريا الدولية للإنتاج الفني. العمل بيحكي عن العلاقات الإنسانية وعلاقات الحب اللي بتجمع بين الرجل والمرأة واللي بتحكم بسير الرجل، وبيسلط الضوء على قصص الطلاق والعنوسة والخيانة ومشاكل المرأة بشكل عام بالمجتمع العربي. العمل هاد كان من بطولة نسرين طافش، باسم ياخور، يارا صبري، رفيق علي أحمد، علي كريم وغيره من الممثلين السوريين. وبيحتل المرتبة الرابعة مسلسل الخربة تأليف ممدوح حمادة ومن إخراج الليث حجو وإنتاج شركة سوريا الدولية للإنتاج الفني. بتدور أحداث العمل بإحدى القرى بالريف السوري وبيتناول حياة عائلتين كبار بهي القرية، عائلة بقعقور وعائلة بمالحة، وكل عائلة بدها تغيظ العائلة الثانية وترتب لها مقالب بجو كوميدي ساخر. هالعمل هاد كان من بطولة دريد لحام، رشيد عساف، باسم ياخور، ضحى الدبس، شكران مرتجى، محمد حداقي وغيره من الممثلين السوريين. العمر مشوار. ايه بس اهم شي فيه انك تكون قوي. ايه دكتور عملت اللي تخمي. هتبكيني والله، رح تتبكيني. اسمعي اسمعي. اما بالمرتبة الثالثة مسلسل تعب المشوار تأليف فادق وشقجي ومن اخراج سيف الدين سبيعي، انتاج شركة بانا للانتاج الفني. العمل بيتناول الطبقة الوسطى بالمجتمع وهموم شخصياتها اللي بتحاول اثبات ذاتها وتحسين اوضاعها باساليب مختلفة، وبتتداخل الطموحات لتشكل حلقة اجتماعية متضاربة بالمصالح والهموم. هالعمل هاد كان من بطولة عباس النوري، ديما اندلفت، باسل خياط، جيني اسبير، باسم ياخور وكثير ممثلين سوريين. بتقدر. نحن كنا متوهمين، ما طلع منا شيء، الدنيا كلها تغيرت. حدا قال وجدان؟ انت فتشت عني 10 سنين وهلأ لقينا بعض. اجا شب ولخبط لي حياتي فوقاني تحتاني. اما المرتبة الثانية فبيحتل مسلسل الغفران تأليف حسن سامي يوسف ومن اخراج حاتم علي وانتاج شركة عاجل للانتاج الفني. العمل مقتبس من رواية الحب والفراق وبيتناول قصة حب رومانسية بين امجد وعزة يلي بيلتقوا على اكثر من صعيد ليقرروا يتزوجوا ويقيموا اسرة سعيدة، ولكن هذا الحب بيهتز بضربات غير متوقعة ليتحول الحب لفراق. هالعمل هاد كان من بطولة باسل خياط، سلافة معمار، نادين خوري، رامي حنا وغيره من الممثلين السوريين. ومع ذلك بدها تتجوزه. كيف؟ أنا بحبك.
أنا حبيتك حبيتك. بعرف. ما عاد عندكم ظلم. لا بشوف على الشوارع بمشكن. لا خليك ولا حاله. لا حاله غلبكم يا حريمات. يا أبو زين شو ذنبوا الناس؟ هذول خنافس حريمات. حاجة يا أبو زين حاجة. وحاش. رح تضلوا كلكم طاطين مشان يضل الخوف راكبكم. بيضل راكبكم الخوف. لك شو ناقصكم؟ لك جوع وجوعانين وقهر وماهورين وذل وتعتير. لك شو بدكم لحتى تتحركوا؟ ولك عيب عليكم طلعوا لي هذا الخوف. طلعوا من جواتكم يا زلم. واخيرا بالمرتبه الاولى مسلسل ولاده من الخاصره بجزء الاول تاليف سامر رضوان ومن اخراج رجا شربتجي انتاج شركه كلاكيت للانتاج الفني. العمل بيسلط الضوء على الفوارق بطبقات المجتمع بين الغني والفقير والمشكلات والتناقضات يلي بيعيشوها ومشاكل العاملين بالدوله والازمات يلي بتلاحقهم بالمجتمع. هالعمل هاد كان من بطوله سلوم حداد، منى واصف، قصي خولي، سلافة واخرجي، عابد فهد وكثير من الممثلين السوريين. ولهون بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. طبعا لا تنسوا انه بامكانكم مشاهدة هاي المسلسلات من خلال الروابط الموجودة بالدسكريبشن او مشاهدتها من خلال وطن فليكس. لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لحتى يوصلكم كل جديد. تضلوا بخير. كان معكم فريق كلوز شوتس.